لاني مشيت انا يعني قلبي حسيته عم كثير عم بدق يعني تاثرت كل صحتي من وراء الكورونا. كان لي شي شهرين تقريبا كمان ما كنت عارفه حالي انه مصابه بالكورونا، بس كنت اجي على السوق في لي متطلبات يعني اجي اخذها وارجع، وبعدين كنت اروح على رومي عند ابني يمكن اكون من رومي كمان انا لا طب بس ما كنت عارفه حالي. لا رحت على المستشفى الحكومي وعملوا لي فحص كورونا وبين انه عنده كورونا. ولا كانه في كورونا ولا كانه في شيء. يعني مع انه عدد الحالات كثير عندنا بالمخيم واصابات وموت يعني كثير صار بس ما حدا مهتم للامر. يعني انا كنت مصابه من قبل شهر ونص وما كنت عارفه حالي انه انا مصابه بالكورونا، كان عندي عوارض انه وجع عظم كثير يعني وجع لا يوصف، نادوا لي الدكتور على البيت ولقى انه تنفسي مش مزبوط فقال لي انه لا لازم تدخل المستشفى وتعمل فحص الكورونا. يعني هاي هي القصة. بعدين أنا عندي بناتي كمان تنتين هن إعاقة عقلية وكانوا معي بنفس البيت وبنام أنا وياهن بنفس هاي. الله سبحانه وتعالى يعني حفظهن وحمالي إياهن مع إنه هن ما عندن مناعة لأنه هن إعاقة عقلية وما بخدموا حالن. يعني أنا بطعميهن أنا بحفظهن أنا بلبسهن أنا بخدمهن بكل إشي. فأنا تفكيري كان إنه أنا يعني كمان انصار علي إشي بناتي يعني شو بدي يصير فيهن. يعني هن متولعين فيي كتير البنات. يعني هلأ عندي الكبيرة ما بتقبل تأكل من حدا إلا مني. يعني هن لأنه ما بيستوعبوا إنه يخلوا الكمامة. أحاول أنا إنه أحط لين الكمامة بس هي أكيد رح تلاقي شيء غريب يعني ما رح تقبل كل أمور أنا. فمشان هيك أنا لما كنت بالمستشفى يعني كنت كتير أكلانة هم للبنات. أكون أحس حالي خسراني كثير لأنه هن كل حياتي بناتي يعني حبيبتي. ما بقدر أتحمل إنه إذا صار حدا إشي منهن لا ما بقدر لأنه هن رفقاتي من وقت ما خلقوا. ما بقدر حبايب قلبي